السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعضاء قناة وصفات من الآخر البنات. اللي مشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بقدمها يوميا إن شاء الله. قناتنا بنتكلم عن علوم الطاقة، تفسير سلوكياتنا ومعتقداتنا وأفكارنا ومشاعرنا من منظور علوم الطاقة تحديدا. هدفي من القناة أشحنكم بكل الطاقات الإيجابية، أخلصكم من أي طاقات سلبية بتشعر بيها وبتأثر على حياتكم. النهاردة هتكلم عن التفكير المستمر وعلاقات الحب، والمقولة اللي بتقول الحب جنون. الحب ليس بجنون أبدا، ولكن تعاملنا الغلط مع علاقات الحب هو الذي يسبب لنا هذا الاضطراب وهذا الجنون. لو تعاملنا مع مشاعر الحب على انها مشاعر تشعرنا بالسعادة والارتياح والاطمئنان والفرح والانسجام مع الشريك الاخر ومع الشخص الاخر، ما تعاملناش معها وكأنها هجوم علينا، لازم الشخص الاخر يفكر فينا ويحبنا اكتر ما بنحبه، لازم نعمل تصرفات تخنق الطرف الاخر، لازم نهتم زيادة عن اللزوم، لازم يكون عندنا هوس تفكير. لو تخلصنا من كل الحاجات دي اللي بقول عليها دي، هنحس ان مشاعر الحب فعلا مش بترهقنا، لا بترهق تفكيرنا ولا بترهق ذهننا ولا بيجيلنا هوس تفكير ولا بنتعلق، لكن احنا بنتعامل معاها تعامل خاطئ بيخلينا نتعلق بالأشخاص، بيخلينا نتصرف تصرفات جنونية، بيخلينا نحس بمشاعر جنونية. عشان كده في ناس بتنجرف وراء المقولة اللي بتقول الحب جنون، ويعملوا تصرفات جنونية، يعملوا يفكروا تفكير جنوني، يبقى عندهم هوس تفكير، هوس تعلق بالأشخاص. كل ده غلط غلط، لازم نتخلص منه. الحب مش جنون أبدا، الحب ارتقاء بين روحين، تجانس روحي، تجاذب أنفس جميل، بيشعر الطرفين بسعادة. إنما لما يشعرك بقلق وتوتر واكتئاب وهوس تفكير في الشخص الآخر وتعلق شديد جدا به، يبقى ده فعلا هيقودك إلى الجنون وليس على المجنون حرج. هتضطر تفعل سلوكيات جنونية غير اللي الشريعة وغير ان ربنا امرنا بيها. هتحب لكن هتنجرف وراء جنون الحب زي ما بتقول. هنا ممكن تعمل حاجات عكس القوانين الحياة، عكس اللي ربنا امرنا بيها. لازم يكون عندنا عقل في كل حاجة. انت لو مجنون بالحب ممكن يعني تعمل تصرفات تندم عليها. عشان كده ربنا شرع لنا الزواج والطلاق علشان ننظم هذه العلاقات، فما ينفعش ننجرف وراء جنون الحب حتى لا نصاب بأمراض عقلية وأمراض قلبية وأمراض نفسية. يبقى زي ما قلت، الحب هو ارتقاء بين روحين، تجانس روحي. اما في جنون الحب لا يحدث هذا، يحدث أن الطرف الذي يعاني من جنون الحب طاقته أصبحت كبيرة جدا جدا وعدت كل الحدود وكل المقاييس، وهو نفسه ما عادش قادر يستحمل هذه الطاقة، فكيف بالطرف الآخر أن يتحملها؟ سيهرب حتما وينفر منه، وهو هيفضل يطرده طول الوقت، والتاني هيفضل يهرب منه ويسمى الهارب. لذا وجب على من يقول أن الحب جنون أن يغير وجهة نظره. الحب هو عين العقل، عين التوازن. إذا حدث توازن طاقي بين الطرفين سيحدث انسجام ما بينهم في الواقع المادي. الحب هو العقل بعينه، لأن ما جذب نفسك للشخص الآخر هو تصرفاته العقلانية المنظمة، روحه النقية، كلامه الموزون. إذن أنت انجذبت لشيء من العقل، فما تقدرش تقول على الحب اللي أنت بتحبه له ده جنون. لا يقال أبدا في الحب أنه جنون.
وإذا كان الحب جنون كان الأشخاص سيقومون بأفعال تخالف الدين وتخالف الشريعة من منظور أن الحب جنون. ربنا أمرنا بالتوسط والعقلانية واتباع أوامره وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. لو ديننا عايز وشايف إن الحب ده جنون، ما كانش هينظم حياتنا بقوانين زي الزواج زي الطلاق. لا، هو ديننا نظم لنا كل شيء في العلاقات عشان نحمي أنفسنا ونقي نفسنا من هجمات المشاعر. نظم حياة الإنسان بشكل يسير وبشكل مرتب لتستقيم حياة الإنسان. الحب ليس بجنون، لكن تفكير الإنسان الغلط هو اللي بيقوده لهذا الجنون، وبيقوده للتعلق، وبيقوده لهوس التفكير بالشخص الآخر. دي اسمها أمراض تفكير. إذن الحب ليس جنون، ولكن تفكيرك الغلط بالشخص الآخر هو اللي بيخليك تقول إنه جنون، من كتر ما أنت متعلق بالشخص الآخر ومش شايف أي حد غيره ومعمي بيه، حاسس إن أنت بقيت مجنون بيه، مجنون من كتر حبك ليه. ده غلط، ده بيوديك في متاهات كبيرة جدا جدا، وأمراض قلبية وأمراض نفسية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى احنا ما ننقضش وراء المقولة اللي بتقول الحب جنون. لو مشينا وراء هذه المقولة، هتلاقي نفسك متعلق تعلق شديد وعندك هوس تفكير بهذا الشخص، وده غلط جدا جدا جدا. انت متعلقش بأي مخلوق في هذه الحياة مهما كنت بتحبه، مهما كنت شايف سعادتك معاه، برضه مش هنتعلق بيه. كل انسان معرض ان احنا ممكن نفقده في يوم من الايام، ممكن يموت، ممكن يسافر، ممكن يحصل اي شيء يؤدي ان احنا نفقد هذا الشخص. يبقى نموت وراه؟ لا، ما نموتش وراه، ما نتعلقش بيه. حبه حب متوازن. ضع احتمال لفقد هذا الشخص وتقدر تتحمل هذا الفقد. استحمل، استغفر ربنا، صلي زي ما قلت، توضأ وصلي ركعتين بنية ان ربنا يريح بالك. استغفر كتير، تصدق. الصدقة دي علاج لجميع الأمراض القلبية والأمراض النفسية. تصدق. اما تلاقي نفسك تعبان مش قادر تستحمل هذه المشاعر، تصدق، الجأ الى الله، ادعي ربنا بقلب صادق. اصبر، ان الله مع الصابرين وبشر الصابرين. لكن ننقاد وراء مقولة الحب جنون ونعمل تصرفات جنونية لا يرضى عنها الله، سنعاقب في الدنيا بأمراض التفكير وفي الآخرة بسوء الخاتمة والعياذ بالله. يبقى احنا هنا نعمل ايه لما نلاقي نفسنا درجة الحب هتزيد معانا، ونلاقي نفسنا رايحين نتعلق بالطرف الاخر؟ نمنع نفسنا بأي طريقة، نمنع نفسنا. يكون تقديرنا لذاتنا عالي جدا. لو تقديرنا لذاتنا عالي جدا، ده هيمنعنا ان احنا نتعلق بأي شخص في هذه الحياة. لازم تكون زاهد في هذه الحياة، تعرف ان انت ربنا خلقك للعبادة، للعمل،